يلا سندريلا مندريلا، يلا سندريلا مندريلا ميكي ماوس، بنات حلوات زي الياسمين الدرعانين كده من كده جمالة سندريلا مندريلا ميكي ماوس اسماء بنات بنات حلوين نيل ياسمين الدرعانين على فرح سندريلا مندريلا ميكي ماوس اسماء بنات بنات حلوين نيل ياسمين الدرعانين وش اسمك ميرا ميرا سندريلا مندريلا ميكي ماوس اسماء بنات شهد بنات حلوين غير ياسمين دار على مين دار على شهد وش اسمك خلاص سندريلا مندريلا ميكي ماوس اسماء بنات بنات حلوين غير ياسمين الدرع على مين؟ الدرع على غنى اسمها دانا سندريلا مندريلا ميكي ماوس اسماء بنات بنات حلوين غير ياسمين الدرع على مين؟ الدرع على دانا لا بعدين لحظة بعدين بنقول سندريلا بعدين دارك بعدين داري بعدين دارها بعدين دارها سندريلا مندريلا ميكي ماوس اسماء بنات بنات حلوات غير ياسمين الدار على مين الدار على سندريلا مندريلا ميكي ماوس اسماء بنات بنات حلوين غير ياسمين الدار على مين دار على فرات سندريلا مندريلا ميكي ماوس اسماء بنات عين حلوين سيل ياسمين يلا مين يلا دوري يا منيرة سندريلا مندريلا ميكي ماوس بنات بنات حلوين سيل ياسمين الدار على مين؟ الدار على شهد سندريلا مندريلا ميكي ماوس اسماء بنات بنات حلوين سيل ياسمين الدار على مين؟ الدار على غنى سندريلا مندريلا ميكي ماوس اسماء بنات بنات حلوين ليل ياسمين يا أمين الدار على دانا أهم سالس نعم وإحنا جاهزين أن نلعب حجرة ورقة مقص يلا حجرة حجرة ورقة مقص أنا يا عفس حجرة ورقة مقص جربت قصتيني ورقة مقص حجرة ورقة مقص أنت أنت خسرتينا لا أنا وياها خسرنا يلا حجرة ورقة مقص أنا لا حنا أنا مسكتك قصتيني حجرة ورقة مقص سكيها سكيني وانت معك يلا حجرة ورقة مقص انسستك وانت قصة وانت قصة خلاص قصتين وانا طلع حجرة ورقة مقص انا لا
بس لا كل حاجة واقع بس أنا كلنا كسنا كسي أنا حجر ورقة مقص أنا قصيتك هي قصتها؟ قصيناها؟ حجر ورقة مقص لا بلا أنت فكري أنت متعبون عندهم بنتات يعني أقول وحدة وأقول شعرها كذا واللي عليها كلها أبي أرمينا وحدة قولي وحدة طيب لابسة فستان أزرق وشعرها طيب قولي تانا اسمعي قولي تانا يعني قولي مصفات تانا لابسة جوزي وكذا عرفتي بنت لابسة أزرق بنت لابسة أزرق وربطة ورود وجزمة تابعة فستانها ورود يلا مين يا طلعي واحدة لابسة اثنان أبيض وأحمر مو أحمر أزرق أبيض أنا تعال كوني مثلا شفت هذيك البنت مو لابسة وردي اللي جنبها قولي كذا وكذا طيب هذي مو هي قولي واحدة لابسة فستان أخضر أيوه ولابسة كيلان لحمي وجسمة بيضة في واحدة لابسة فستان أخضر وجزمتها بيضاء وكيلون كيلون لحمي وكل كلمة ما في آخر بنت اللي هي مثل مثلا إيش لابسة وكذا حاجي واحدة لابسة فستان أزرق وأحمر وأبيض وشعرها باقي مين؟ كل واحدة لابسة فستان وردي وشعرها مفتوح لابسة كيلان أبيض وجزمة بيضاء واحدة لابسة فستان وردي وجزمتها بيضاء مش عارف نفسها تطلع أنا مين باقي؟ كل أبغى نلعب ثانية أنا توني طيب نلعب نلعب فواكه تعرف تلبس فواكه؟ ما أعرف أحد أنا لعبة فواكه تعال هنا لعبة فواكه أنا؟ لعبة فواكه أنا بختار فاكهة كل واحدة لها اسم فاكهة تعلمني اسم فاكهتها بدنا أنا بختار فاكهة اللي اسم فاكهتها تطلع أطلع إيش؟ إيه لعبين؟ هنا وينك؟ تعالي أنت شوي يلا نلعب شدك يا عبد لكن ما جيت وين وديت البنت؟ برا البرنامج ما في سلام كم فيك؟ ايه لازم مثل بعض فجأة مرقة ليش الكحلي
فجأة لبست زي لبس بعض. يعني تو أبي يجلسون هنا. طب يا نفسي لكم أخوات كبير. يقومون بعض رند وتمارا. نار برنامج راح تعرفي الكلام اللي قلت لها. يا غرفة صح؟ هنا تقول واحدة فرح اي فرات فرات واحدة ما حمين هذه فراتنا كلنا لا واحدة بس كانت هنا ما واقفة هذه مين كلنا تقعد واحدة اي طيب اول واحدة مين انا هذه انا طيب بعدك اول شيء انا هذه ذيك اللي ودي فيها اي وبعدها في بنت جاية وبعد لو سمحت حطي هنا أغراضك لا هنا تفضل الله يعافيك إن شاء الله دورت البرنامج أقصد الاستديو ممكن راحت البيت هذي ولا وش؟ ما حسبت البرنامج والله مفروض صح طلعونا من البرنامج لأنهم مزعجة خولة مؤدبة خولة مو شقية صح؟ فرات هي شقية فرات مرة 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 شقية شقية بالذات شقية يلا مين أول واحد يلعب مين؟ أنا تعالي تعالي قولي تعال هنا قولي يلا واحدة ثلاثة فستان أسود أوف لحظة 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 يقولها ليس شعرها ليس تقصد يمكن لا هذه شغل كلكم شعرها ليس لا لابسه اسود كلونها لحمي يلا كلونها لحمي طيب بسمتها سوداء بسمتها سوداء بسمتها سوداء مين تمارا يلا اجيسي لا تعالي تعالي شوفوا هذا طول الوقت راح تسمعكم كل واحدة تمارا هي راح تقول اسمها وتطلع تمارا على طول ترجع وهي اللي تسمع خلاص وانا اقولها ايه بس لا تقولي غيري يعني احد ثاني عشان انا طلعت يلا واحدة لابس شوفوا شوفوا تمارا قوليها صوت صوت حاجة عشان هي بالوقت تقول اي بعد واحدة لا شوفي كذا كذا قولي لها انا بخيط واحدة لابسة كذا قولي شوي بصوت عالي واحدة لابسة ابغى صوت واضي انا تمورة مقطع ابيض مين مين اصبر حبيبتي مين بوانا اسمي حبيبتي اسمي نانا ايه
هذه لا هذه هذيك. طيب اصلك كريم ممكن تدعي لك انت انا خلاص مايل مرة اشوفها فيها مايل شوفي كذا ماما اكتبي في اللي هذا اكتبي عشان تراني اعرف اعرف خلاص اكتبي خلاص ماما اكتبي كذا كتبتي خلاص اجي بنيتي يا بنيتي الله يحفظك ان شاء الله صح واحدة لابسة النورة سادة وبيضة عند ربك يا بزر ولا كذا واحدة لابسة النورة سادة وبيضة نقطة أبيض مدرو شوي كذا أهم شيء بس قولي يلا واحدة لابسة فستان خلاص يلا أنتي واحدة لابسة النورة نقطة اسود وابيض هذه استهبل علي استهبل خلاص ما نلعب خلاص وش النقطة هل الحين النقطة هي سودة نقط نقطة وش النقطة خلاص يا بدر ضرب نفسي أنا سهري زهري رزمتها سهرية عرفتوا؟ حين مين؟ لحمية هو يا لحمية طيب يلا أطلع واحدة لابسة أبيض وأحمر أبيض وأحمر، أبيض وأحمر. إذا أنا قلت لكم عرفتوها ولا تنظرونها، نظروني. وإذا أنا قلت لكم عرفتوها روحوا أشوا عليها. بس إذا أنا قلت لكم. جزمة بيضة. جزمة أي بيضة. جزمة بيضة. عرفتها. أنا. شوفوا إذا عرفتوها وأنا قلت. يلا صدق مين هذه وانتم جاتي لا حد يوقف كمان شكرا سلام اخبارك علي شفتي لا لا رفيع خلاص خلاص وش عرفتوها الحين مين جوري اللي فاز معانا في مسابقة اللي فاز معانا في مسابقة الأميرة الحلوة مين كان دانا لا لا اللي فاز معانا وش اسمك؟ اشي تعرف عليك وش اسمك؟ لو سمحتي وش اسمك لو سمحت؟ وش اسمك؟ معروفة وش اسمك؟ نورة أو شيء وش اسمك؟ نورة وش اسمك؟ دانا وش اسمك؟ وش اسمك؟ شاهد وش اسمك؟ وش اسمك؟ صلاة ها ها ايه والله من جد
في مشكلة صارت عندنا. لا في اسمين. مين؟ شو اسمك؟ غلط. شو اسمك؟ غلط. اسمين اسمك غلط وثاني غلط. والمرة اللي فاتت كان سارة وسارة. المرة اللي فاتت كان رند ورند. شفتوا شفتوا على كله اليوم صار عندنا هذولي اسمع ومره صار عندنا ساره والمره الثانيه صار عندنا رند على اسمي رند ورند ورند بس مو هنا في سحاره مول سحاره مول بعد سحاره اللي فاز معانا يا ربنا نوره هاي التاج أميرة 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 شكرا يلا أضحكوا أضحكوا فيكم فاهمين يا رجال ما قال أدي سو أدي سو أدي سو أدي سو أدي سو سوي عقاب خلاص الحين وش العقاب المرة ستسوي عقاب في أبيض نعم العب معكم أنصح تلحقوا اللي يفوز على فتحة يعني يلا طبوا حبيبي ها عرفت عليهم غلا وغلا وشهد وشهد وجمانه وجمانه ودانا وميره وميره وجود ونوره تمارا ورفيق في سعد ضيف اليوم تمارا مش تمارا هذيك روحي هنا تعال هنا رند ما شاء الله اليوم انت اليوم وامس وقبل امس ايش فيك ماجد البنات ما تخليهم يسرفون بعدين شو الوضع انا ما تعرفون تسرفون ما تعرفون تقولون شيء انتم اليوم ها انا اقول لهم يتكلمون هم ما يتكلمون بالله عليك ايش قاعد تقول لهم اليوم هنا ايش قاعد تسوي معاهم ما اسوي شيء مقابله مقابله تقول لكم ما تتكلمون رند؟ ايه ها؟ وتقول لكم اسكتوا؟ ايه مسوية مديرة البرنامج انت ولا شو الوضع يعني اليوم؟ ها؟ لا يا شيخة تبي يلا قوموا اليوم غسلتوا المطبخ ولا ما غسلتوه؟ يلا تمارا يلا تمارا رند وين فراس؟ ما جت فراس؟ وين فراس؟ يلا وانت يا لا رفيف اليوم ضيفه يلا جود معهم انت التحقتي بالشغلات الجدد معانا تفضلوا يلا كيف حالكم؟ الحمد لله اخباركم؟ طيبين؟ ما شاء الله على البنيات اليوم اللي معانا طيب يلا اوكي طيب نزحف يا بنيات هنا شوي بس يمين ايوه بعد كمان شويه كمان شويه السلام عليكم كيف حالكم؟ طيبين شو اخباركم؟ طيبين؟ ما شاء الله نتعرف عليكم بس شو اسمك يا عسل؟ غلط الفيدي ونعم يا غلط انت غلط زهراني ونعم شو اسمك؟ غلط زهراني انت غلط زهراني؟ انتم مع بعض تعرفون بعض؟ ايه شلون؟ لا رند لا لا تعرفون بعض؟ شلون؟ بس ما نقرا ببعض في المدرسة يعني؟ لا وين؟ قد لك شهد ايش؟ الزهراء ما شاء الله اليوم كل الزهرين معانا اليوم ما شاء الله وانت ايش اسمك؟ تمانة الزهراني ما شاء الله سيان ها؟ سيان نعم والله وانت؟ دانا حسيان وانت يا عسل؟ نورة الجوسف نعم نورة الشريف ها؟ يلا حيها رفيف تويتي كيف حالك؟ شو اخبارك؟ طيبين؟ عارفين موضوع حلقتنا اليوم؟ عندكم سواليف تبي تقولونها اليوم تبي تسولفون معانا؟ أنا بغني
طيب قبل اناشيد بس علشان احنا وياكم نسولف معكم ونعرف اناشيدكم ومشاركاتكم ونعرف ايش عندكم. ما شاء الله نوره الشريف انت مقدمه صح؟ تقدمين؟ يلا خلاص يلا اجلسوا ممكن تجلسون يلا سامح سامح يلا 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 سامح والفراس يلا خلاص يلا تعال اجلس هنا يا رند يلا خلاص انت تمارا تعال اجلس والله سلة سلة كثير يلا علشان بس اليوم معانا مقدمة يلا يا نوره نوره ايش بتقولين اليوم معانا في مشاركتك؟ اليوم انت ما شاء الله مقدمه مميزه وعندك مشاركات حلوه ها هذه جت بيع فيها حق الازياء الشرقيه طيب اجل. طيب يلا يا نوره يلا يا نوره ايش عندك اليوم؟ حاب اقول اهلا اشكر برنامج بالمسات لاستضافتي ايه اشكر اللي تابعوني حلو بالايباد ها؟ يلا خليني اغير مكان يا رب يا اخي انت اذا لبست الاسود لبست الاحمر يعني لازم خلاص تطلعون برا الموضوع وشو؟ نسمع ايش تقول يلا يلا ها تعالي رند اقعد هنا امشي اقعد هنا رند تعالي لا تحركين يلا خليك هنا ما تتحركين ها يلا ها يلا يا نوره خلاص شكرا بس خلاص طب خلينا نرحب بالمشاهدين اليوم ونقول لهم حياكم الله معنا في حلقتنا الجديده مع هالبنوتات ما شاء الله اليوم انا اتوقع ان الحلقه على الصامت ما ادري وش الوضع لا امس كان ما شاء الله ما في الا قوه حماس اليوم انتم جالسين على الصامت ولا عندكم مشاركات ما شاء الله لحظه يا جماعه اليوم اللي معانا القبطانه ما شاء الله سواقه السفينه اليوم معانا في البنوتات وين بتودينا اليوم ها قطمه قسما بالله العظيم ها يلا وين بتودينا؟ ودي يعني بتودينا عن موضوع حلقتنا اليوم عن الايثار وش تعرفون على الايثار؟ تعرفون على الايثار حاجه؟ ايه وش؟ انا يلا ها اذا انا ورفيف بس ما اعرف وش اسوي رفيف هذه طيب تعرفين موضوع الايثار؟ ايه ايش؟ يلا قولي صوت عالي مثلا اذا كنت انا صديق ايه مثلا صديقتي كنت احبها اعطيها الشيء لو مثلا كنت احبه يا سلام عليك يعني مثلا انا هي قاعده تقول انه الايثار يا جماعه الخير عشان بس الناس تفهمنا وتسمع وش قاعدين نقول واللي تابعونا الصغيرونين والصغيرونات اللي معانا احنا موضوع الايثار انه مثلا انا اتمنى حاجه وصديقي قاعد يتمنى هالحاجه انا اخر انا أخ يعني انا اتسامح لخويي او صديقي لا صح ولا لا هذا ايش هذا ايش معناه هذا الايثار وفي الايثار كثير مثلا احنا نكون بالاخلاق بالتعامل صح ولا لا يا بنات يعطيكم العافيه يلا وانت ايش تعرفين عن الموضوع؟ احنا يلا في يدين احمد ربك ها عندنا كانت زينتي معها شيء او يعني اختي معها شيء ايه فكانت انا اتمنى شيء وهي تتمنى شيء حلو يا سلام عليك يعني انه احنا اي شيء تنتفعين به انت مثلا والشيء اللي تنتفعين به تعطينا ايش؟ غيرك الناس لغيرك، مرة من المرات سويتي هذا الشيء؟ لا ما سويتي، وانت يا ام يوسف؟ سويتي شيء؟ انت ام يوسف صح؟ ما شاء الله عليك، يوسف كم عمره؟ ها؟ عندنا واحد اسمه يوسف اجل كذا يوسف عائلتنا احسبكم يوسف انا طيب قد سويتي مثلا انت شيء عن الايثار؟ وانت يا جود يلا ها إذا كانت الأبلة جايبة هديتين حلو وإحنا ثلاثة وإحنا ثلاثة وهم اثنين ومركبة ما تكفينا ها يلا إيه والأبلة جايبة هديتين أنا أقول للأبلة لا تعطيني عشان أنا عندي بالبيت هدايا كثيرة يا سلام وأقول لها أعطي لاصدقائي يا سلام عليك مرة ممتاز وإذا أنا كنت لا ألعب بالأيباد ما كنت أنا إذا أنا بالأيباد كنت بلعب شوي حلو وجوانا جت قالت لي ممكن أبغى ألعب فيه أجي أنا أعطيها وش قد موضوع جوانا دائما معاك مرتبط في لسانك وش موضوع جوانا؟ أنا جوانا ها لأنها جوانا صديقتك يعني؟ لا ها صديقاتك الأموات ما شاء الله طيب يلا يا رند اعطينا جمله مفيده مو تعطينا مواضيع اي معليش ترى احنا منا بنقلي يلا تفضل يا عشان نفهم يلا انا ورفيف مثلا ايه
إذا إيه؟ إذا أنا بغيت شيء ورفيف تبيه. حلو. أنا أعطي رفيف لأن رفيف اسمع أختي الصغيرة و إن رفيفك أختك الصغيرة ما شاء الله جبتي حاجة جديدة الحين. وش؟ يعني هذا شيء جديد إن أختك رفيف هي صغيرة أختك الصغيرة. أقول أنا أعطيها عشان هي صغيرة. حلو بعدين. و والله يعطيني أجر. حلو. وهذا مش فحلة و يعني يعني طيب كل يوم أعطي إذا أنا بغيت شيء أعطيه رفيف. يا سلام عليك مرة شكرا. طيب اللي هنا تعرفون شيء عن الإيثار قلنا يعني قد مرة من المرات مريتوا بهذا الموقف يعني مثلا تمنيتي حاجة أو مثلا صديقتك لما تمنيتي يعني مثلا صديقتك معاها حاجة وتمنيتي إن هالحاجة معاك قلتك يا صديقتك ها صارت معاك ما شاء الله. ها يا عسل. وانت يا قمر شو اسمك؟ دانا. عندك مشاركة يا دانا؟ ايش المشاركة اللي عندك يلا اتشارك مع بنوتات. اتشاركين مع بنوتات ما شاء الله حلو. احب البنوتات ما شاء الله. عندك انشوده؟ ايه. وش الانشوده اللي عندك؟ انا ورده بيضه. ما شاء الله هذه انا ورده بيضه كانت امس معانا واليوم معانا يلا تفضلي سمعين. انا ورده بيضه شكل الجميل يا محلى جمالينا امير يا شطار يا حلوين اشربوا الحليب. السلام عليكم. والصحة والقوة اسم الطبيب على مهلك والشكر لله والحمد لله. شو يا سلام تحية قوية لا تستاهل تحية. طيب بنات خلينا نطلع برا موضوع الإيثار وحنا راح نقول لجميع المشاركين وجميع المشاهدين اللي يتابعونا اليوم ان راح ناخذ ان شاء الله باذن الله وياكم الموضوع الإيثار ومشاركتكم راح نقراها إن شاء الله في هاشتاج برنامج بنوتات ندردش مع البنات نعم. ناخذ سواليفهم اليوم في ورود ما شاء الله جاية معانا اليوم محضرين بنيات بسألكم سؤال يعني الحين ما شاء الله لما رجعتوا بعد العيد وبعد المدرسة وبعد يعني الإجازة الجميلة وإيش تبين؟ تدري أن اليوم أنه تمارا رحنا المدرسة سوينا الوطني تيجوا مدرسة واحدة أنتم؟ لا لا لو كنت مدرسة واحدة أتوقع أتوقع أن المدرسات كلهم بيستقلون ما أتوقع أنهم بيكملون هذه تجلدني جلد مو طبيعي تجلدك جلد؟ لو أنا كنت فصلها إيه وكنت معها في المدرسة تسوي لها شو تسوي لها؟ أنا بكفخك بكفخك كذا رجلها لو كذا جت كذا سوت انا بروح بقول سالة طح كلام تحت الطاولة وروح يا سلام عليك ممتازة ما شاء الله. طيب يلا نسمع مشاركات ابغى اسمع بس الناس اللي معانا الجدد نورة ايش عندك نشودة ام يوسف ام حديجان خديجة حصة فاطمة جير كلكم نبغى مشاركاتكم يعني يلا يلا يا منيرة سمعينا يلا سمعينا مشاركتك ايش عندك مشاركة؟ لو بدسنا فينا شفنا من الإبداع بلي حدود بس يحتاج مننا عمل جد وإخلاص ومجهود يا فنان يا موهوب الله يبارك فيما ترسم مبدع انت يا فنان واصل إبداعك وتفنن ريحة أكلك مرة حلوة فنان الطابخ شطورة موهبتك عمودية وإقبال تصير مشهورة سلام عليك يا عم يا هذه ما شاء الله الانشوده الجميله ومميزه سلام سلام على الصفقه. طيب اوكي نشوف عندنا بعد اللي عندها مشاركات عشان ناخذ المشاركات الموجوده من عندها مشاركه ثانيه يلا سمعيني تفضلي دوكش شو اسمك انت؟ غلا غلا يلا يا غلا غلا ظفيري ها يلا يا غلا سمعيني انت ما رضيت اهدى إلينا احنا تتبسم بحكك حلمي وتعدى وندر وقت ما يرحم سمعت اللي يقول ابدا سمعت اللي يقول احلم مشيت في مدى ظني وقفل ليلي ورياحي وظل الورد يتبعني و
مصباحي وحلمي اختفى لاني حلمت والنظار صاحي. يا سلام، تحية قوية ما شاء الله، حلمت وما قويت. يلا وين وين يا ام يوسف؟ تفضلي طال عمرك. يلا ام يوسف، ورا ما جبت يوسف معك؟ ما عندي اخت يوسف قصدي. انت بنتي ام يوسف اسمك؟ لا. ايش اسمك اجل؟ قلني ام بعد. بنتي ام انت؟ لا. اوف ايش السالفه؟ فيصل انت مو قايل معنا اليوم ام يوسف؟ ام يوسف اللي معنا سواقة السفينة؟ ها؟ طيب يلا وين بتودينا انت قلتي؟ ها؟ شاطئ. ها وين؟ شاطئ. الشاطئ، بعدين وين بعد الشاطئ ايش تسوين؟ ها؟ نرجعكم هنا. ترجعينا هنا؟ ايش بتسوين لو رحنا الشاطئ؟ مدري. ها؟ طيب يلا نسمع نورا مشاركتك يا نورا، سمعينا. انا اتوقع ان الفرات راح تنام بالكواليس وتبي ترجع. طيب اوكي راح تنام بس تاخذ لها غطه قيلوله شوي تبي ترجع تكمل معنا بالنتات. لا خليك خليك، يلا سمعيني انت مشاركتك يلا. طيب علشان بس احنا وياكم نروح الكليب ونرجع لكم بعد الكليب، خليكم معنا عشان شوي بس ترجعون بعد حاجه شويه يعني وتشوفون. يلا فاز. يلا وبحذاء قديم مزقه الزمن وشوهت جماله الحياة يجلس عيسى ناظرا لنفسه متأملا حذاءه القديم ليقطع هذا التأمل طفل آخر، طفل لا يشبه عيسى أبدا، طفل يبدو كأمير الحكايات التي لطالما سمعها عيسى وتمنى لو كان فيها. بدأ يتأمل الطفل وحذاءه الجديد ويقارنه بحذائه، هنا شعر عيسى بالحزن فذهب بعيدا يمشي بخطوات حزينة واتجه إلى ظل شجرة يحتويه لتشغله نسمات الهواء وأوراق الشجر المتساقطة عن التفكير في حاله وأحلامه اليائسة. وفي أحد الأيام وبينما يسير عيسى للمنزل سالكا نفس الطريق الذي اعتاد عبوره كل يوم، يلمح شيئا غريبا في عمود الإنارة، شيئا يحمل رائحة تحقيق الحلم. فقد كان على العمود إعلان يعني لعيسى الكثير، إعلان عن مسابقة للجري. والأجمل أن الحذاء الذي لم يتوقف عيسى عن الحلم به سيكون من نصيب الفائز بالمركز الأول. وهنا قرر عيسى بكل تفاصيل الإرادة والإصرار أن يشارك في المسابقة، وبالفعل شارك عيسى في المسابقة التي قد تبدو مجرد مسابقة للجري في نظر الآخرين، لكنها لعيسى هي مسابقة للجري وراء حلمه ليرسم البسمة ويبحث عن السعادة. كان يرى بعد تقدمه على أي منافس في السباق صورة ذاك الحذاء الجميل، وبالفعل استطاع بجدارة أن يحرز المركز الأول، استطاع أن يلامس حلمه، وها هو الآن يمسكه بيده ويشارك فرحته مع أقرانه. فيعود عيسى محملا بالسعادة بين يديه، تغمره البهجة ويملأ قلبه الفرح. وبينما هو في طريقه يرى طفلا آخر، هذا الطفل يشبهه، يحمل نفس همه ويروي قصته ذاتها، يبكي بحرقة حزينا على فقدان حذائه. تألم عيسى لحال الطفل ورق قلبه، فعزم حينها على إسعاد ذلك الطفل وإعطائه حذاءه الجديد. بعدها عاد للبيت سعيدا لأنه أدرك أن السعادة الحقيقية ليست في امتلاك الأشياء أو إسعاد أنفسنا، وإنما هي عبارة عن فرشاة ومجموعة ألوان، إن أحسنت إمساكها ورسمت بها بسمة وأسعدت بها الغير انشرح صدرك وسعد قلبك. ومن البعيد لاح طيف لأحد ما أعجبه ما بدر من عيسى يقدم الآخرين على نفسه رغم حاجته ورغبته بما يقدمه. وهكذا تظل في هذا العالم قلوب تحمل في داخلها العطف والحنان
لتعود من جديد تحقق له حلمه وتخفف حزنه وترسم على شفتيه ابتسامة السعادة، وكأن ما قدمه للطفل عاد إليه محمولا على أيدي الغير. فهكذا هو جزاء الإيثار، تقدم شيئا ليعود لك الأجمل بإذن الله. شفت الفاصل؟ لا. ها؟ لا. طيب اليوم من جايب الحلاوة ما شاء الله؟ أنا. ها؟ الله يعافيك، الله يعافيك، الله يعافيك، ما شاء الله ما شاء الله. ترى أنا. من جايب الحلا؟ أنا. يلا. أنا. أوزع عليكم أنا حلا. في أحد يوزع عليكم حلا؟ ما تلقون أحد يوزع معكم عليكم حلا. حياك الله والله. شوفوا الحين أنا أعلمكم على حاجة، هذا الحين على موضوع حلقتنا عن الإيثار صح؟ لأن أنا الحين أنا ودي آكل حلا بس قاعد أوزع عليكم. شوف أحرم نفسي من بعد الحلقة وبعد كذا آكل. ما شوي زيادة يلا أبشر يلا. ها مو حلوة هاي ترى. يلا هذا حقك. أنا ما ذكرتها بس يلا كل واحد تأخذ حلاوة. سلام عليكم. هذا الحين على موضوع حلقتنا. لا لا شفت شلون الحين رند سوت موضوع جميل او يعني سوت طريقه جميله على موضوع حلقتنا انه هو ايش الايثار. انا اخذت تيتاكلها وعطتني اياها. انا ارجع مره ثانيه اقول لها سمي تفضلي خذي انا بعد حلقه بعد شكرا سمي. ها كذا. يا سلام شلون انا زيها. انت زيها شلون يعني كذا مربى اشوفها. لا اشوف مربى شلون شوف لحظه طب قول لي ام كلها بسمي بسمي بالله باليمين باليمين سلام لا مو بالثنتين باليمين مين طايره هي باليمين باليمين والله كانها جبل تمشي. طيب من اللي معانا اليوم من جاب الورد هذا؟ انا. انت الله يسعدك ما شاء الله عليك الله يسعدك والله احكي هذا شايل تاجي يا الله. طيب من عندنا اليوم في المطبخ؟ ابوها مو هي. من عندنا في المطبخ اليوم؟ يلا لا نوره نوره وينك نوره؟ نوره انت مجهزه الطبخه؟ وين طبختك؟ هنا 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 انا حطيتها هنا. انت هذه طبختك يا نوره؟ لا هذه لا طيب بشوي بس نجيب لك الطبخه حقتك يا نوره جلسي بس تريحي بروح اجيب الطبخه بتاعك وبرجع لك بعد شوي. شوف الطبخه يلا. جيبه كيف اني انا مره مره مقبوله يعني تعالي يا نوره يلا يا نوره. عارفه الطبخه بدون اتصال صح؟ ايش؟ بدون اتصال؟ عادي اتصال بدون اتصال. يلا تعالي تفضلي معانا يا نوره. اول شيء نوره وش مقادير الطبخه؟ بسكوت الدير السيف. ها؟ بسكوت الدير السيف. لا ما لا ما لا لحظة شوي شوي لحظة بس شوي شوية بس من جديد تعطينا الطبخة وشي شو اسمها؟ بنات بنات ممكن نسمع شوي؟ سمي تفضلي. حلا دير السيف. لا من جديد من جديد أعطيني المقادير من جديد عشان المشاهدين اللي معانا يشوفون ويسمعون وبنفس الوقت يعرفون وش قاعد تسوين معانا. بسكوت الدير السيف. ما عليش لحظة شوي من جديد ها صوت عالي. بسكوت الدير السيف. لا لا معليش عربي بالعربي الله يعافيك تكلمي عربي ما نعرف انجليزي احنا. يلا ها بسكوت الدير السيف. ها بسكوت الدير السيف. اوكي ومارشميلو ونسله. ماشي طيب ايش بتسوي معانا اليوم؟ حلا دير السيف. طيب وش طريقتها اللي بتسوينها؟ اخذ بسكوت. ايوه يا سلام. واخذ صحن. تاخذين صحون يعني كل بسكوت له صحن؟ يا سلام عليك بعدين ها تفضلي. اكل نتلة شوي. ايوه اصفر وازرق يعني ولا مناسبة للهلال. ها
شلون؟ مناسبة أنا هلالية وجبت صحون هلالية، واللي نصراوي جبت له نصراوي. ما شاء الله عليك. بس يعني أتوقع أنه يعني اهتمامكم أنتم يا البنيات في الطبخ وكذا أحسن من أنه تشجعون الكورة وكذا، ولا؟ يعني الكورة ما تفيد حاجة صح؟ اي بس تحرق أعصاب وكذا. يعطونكم فلوس إذا شجعتوا؟ لا. طيب يعني أجلس يا عسل ممكن؟ يلا تخليك يا أم يوسف جالسة. مو أم يوسف إلا يا أم يوسف الله يحفظك. تفضل الله يحفظك جدتنا أم يوسف أنت اليوم. طيب طيب بعدين وش تسوين؟ حمر شمل. يلا يا منيرة استريحي. شكرا. تساعدين ماما بالبيت يا نورة؟ وش تسوين؟ بالمطبخ. في المطبخ زي ايش الطبخات اللي تسوينها؟ كثيرة. زي؟ والله ما اتذكر. يعني لازانيا، باستا، مضغوط، كبسة. ها؟ ايه كذا. ما شاء الله. طيب. طيب. طبعا اليوم تسوي لكم طبخة نورة. اللي هي بال شو اسمه هذا؟ الديجستوف. الحلا الديجستوف اليوم معانا في طبخة نور الشريف الله يعافيها مع إيه؟ ايه مع حلاو شو اسمه؟ مع حلاو ال شو اسمه؟ مارشميلا. حلاو خدود البنات، احنا ما نعرف. حلاو خدود البنات. بشاميلو. شو اسمه هذا؟ مرشميلو. مرشميلو يعني خدود البنات، احنا نسميه خدود البنات. هذا الحين النظام الجديد يسمونه مرشميلو. يلا تبون طبختها اليوم؟ مجهزين متحمسين للطبخه اليوم؟ اليوم كله سكريات. ها ها يلا خذي مويه تعالي اشربي مويه هناك. تعال هناك. يلا اقول لك كم. بلاش روحي سمي يا تويتي. يلا روحي تعال بسرعه. واحدة واحدة يا بنات يلا بسرعة بس أسرع. طيب اليوم حنا طبختنا مع نورة الشريف وهالطبخة الجميلة والمميزة اللي راح تقول. طيب على بال ما تجهزينها وانت تجهزين راح أسولف مع البنات وارجع لك خلاص، ونشوف اليوم اللي شاركونا في هاشتاج برنامج بنوتات. انت تلميذ جاي الصبح؟ ما شاء الله عليك. أحسبك تنامين بالليل يعني. لا ما أحب. طيب اليوم حنا في برنامج بنوتات يعني برضو وصلتنا مشاركات عن الإيثار، وموضوع حلقتنا عن الإيثار، ويعني لجميع اللي شاركنا اليوم في هاشتاج برنامج بنوتات نقول طيب تغريداتهم اللي وصلتنا. نشوف التغريدة يلا. طيب نشوف. يلا يا فرات. فرات بشركم صحت من القيلولة، كانت نايمة في الكواليس. طيب اليوم هذه هدى تقول لك من فوائد الإيثار مراضاة للخالق سبحانه وتعالى وسبب في دخول الجنة والنجاة من النار. الله على هالكلام الجميل. يقول لك قال الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوقع شخ نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه الجوهرة الكثير تقول برضو مشاركة منها. أيضا هذه مشاركة من أميرة أو أم نور حياتي تقول لك الإيثار شيء جميل، أو هاجر عفوا بنت سلمان تقول الإيثار شيء جميل ويجب وجوده في حياة كل إنسان، فهو سر المحبة والألفة وهو الجزء الرحمة. وهذه برضو مشاركة. بقعد وانا قاعد. تفضلي استريحي الله يحفظك. ايش بيوطون الناس؟ يلا استريحي. هذا الشيء اسمها التنورة. ممكن تجلسين؟ يلا. برضه هذه مشاركة من بنت المجد تقول عندنا ها؟ هذا طيب. هذه بنت المجد تقول عندما قلتم الإيثار تذكرت أصحاب المدينة في استقبال المسلمين. شيء جميل أنه هذا ما شاء الله دليل على أنه أصحاب المدينة أنهم في استقبال المسلمين وفي تقديم لهم العديد من الخدمات الجميلة والمميزة. كيف النوم معك فرات؟ نمتي ورجعتي؟ طيب أوكي. طيب برضو هذه مشاركة من حبة الشوكولاتة. برضو مشاركة من محمد يقول اللهم اجعلنا من الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الله جميل. إيش فيك يا جون؟ طيب بنات احنا اليوم تكلمنا عن الايثار صح؟ وتكلمنا عن الموضوع الجميل نحب دائما لانفسنا.
ها ما نحب لانفسنا نحب الايش؟ لاخينا. صح ولا ام يوسف؟ صح ولا ام يوسف؟ صح؟ يعطيك العافيه. نبي نسال قمر هذه وش معنى يعني اليوم تعالي وش استنتجتي؟ استريحي يا عسل وش فيكم انتم ترى مره يعني اليوم مسوين اكشن. ايش استنتجتي من موضوع حلقتنا اليوم؟ ايه ما اعرف. سنه كم انتي؟ سنه كم صف كم انتي تدرسين؟ سادس. ما شاء الله عليك. ما شاء الله عليك يعني الحين انت كذا في سادس؟ ما شاء الله تبارك الله. وش يدرسونكم في سادس؟ وش يدرسونكم في سادس؟ روضة. يعني انت ما شاء الله في صف سادس ويدرسونكم في الروضة. وش ذا المدرسة اللي مقتنعتها ما شاء الله عليك. قال هي صغيرة بالسادس. السلام عليكم. طيب وش يدرسونكم في سادس بالروضة؟ ما اروح المدرسة. بعد ما تروح المدرسة؟ مديرة يعني. لا ما اروح. طيب انت في سادس. بغيت ما اروح. اجل شو تسوين؟ بس انا اقعد بالبيت بالحالي. بحالك؟ لا مع امي وابوي. ما شاء الله. لا يعني شو تسوين بالحالك اللي جالسين بالبيت؟ العب كل شيء العب. شو تلعبين؟ اشرحي لنا. عندي لعبة الوان والعبها. ها؟ عندي لعبة الوان. ها؟ عندي لعبة الوان والعبها ومساحة. بس. لما فكرتي تبغين تروحين المدرسة؟ طيب هذه حقت سادس ابتدائي وش وضعها؟ ها؟ ما كيف حصلتي على الشهادة حقت سادس ابتدائي هذه؟ ما أعرف. ها؟ ما أعرف. ما تعرفين؟ طيب بسألك سؤال أخير. أنت بقلب، لا كويس أحسبك مقلبة بعد الشوزات حقتك. طيب اليوم أنت جيتي في برنامج بنوتات، تشوفين برنامج بنوتات بالشاشة؟ أشوفها. وش تشوفين؟ من تشوفين؟ اشوف فرات. ايه؟ اخس يا عيني. ومن بعد؟ فرات هذيك. فرات هذيك حلو. ما شاء الله. فرات الثاني قصدك ايه؟ لا ما غصت شيلها. يلا ها. ومين؟ وفرات الثالثة؟ لا حصة قصدك. ها؟ لا. ها؟ وحول هذيك. حول هذه. الله ما شاء الله. اجل انا وشو؟ انا مين؟ انا مين؟ انا مش عارفني انا مين؟ ما حد يتكلم يا بنات. انا اسالك هنا انا مين؟ ما اعرف. افا يعني انت جاي بالنتات. طب تشوفيني ولا ما تشوفيني انا؟ انا اشوفك. انا اشوفك انا مجنون. طيب انت تشوفيني صح؟ اي اشوفك. وش اسمي انا؟ أنا خلوها تتكلم يا جماعة. لا أحد يتكلم. ها ما تقول اسمك ما أعرف. إيه تقول يعني اسمك ما أعرف. إيه إيش اسمك؟ اسمي ما أعرف. ها فراج. فراج. أنا زين لو اسمي فراج ممكن ما عاد أطلع في أي مكان. والله ما ادري يا حوله لو سم... يا حوله لو سمحتي وانت يا فرات الثانيه خليك جاهزه اجل حوله وفرات الثانيه بعدين بالجده مو جده ذيك اللي تلبس وش هي؟ شو اسمها؟ جده موزه. ها؟ جده موزه. تعرفين جده موزه؟ اي عارفه يعني وش تعرفين وش هي؟ طيب وش تسوي جده موزه؟ تكلمنا. وش تقول لكم؟ قلنا مشاركة. شلون؟ تقول أنا جدة موزة. يا حول. أنا تقول جدة موزة وإحنا نقول. ما شاء الله. طيب إذا رحتي المدرسة وتقولي لهم إنك طلعتي في التلفزيون. خلاص ما أعرف أروح. لا طيب إذا خليها واقفة. أنا أبيها واقفة. يعني إذا جلستي في المدرسة وتروحين المدرسة. ها؟ بتقولي لهم أنا طلعت بالتلفزيون؟ إيه. بتقولي لهم؟ وش تقولي لهم؟ كني انا مثلا جاي عندكم تبي تعلميني وش تقولي لهم؟ خلاص ما اروح المدرسه. خلاص مثلا رحتي بيت جدتك منيره. تعرفين جدتك منيره؟ لا ما عندي جده. طيب جدك لما تروحي لجدك مثلا وش تقولي له؟ يعني في حرامي يعني وش؟ لا يعني رحت جدك انا رحت برنامج بنتات وتقولي له؟ خلاص ما عندي جدة.
انت واضح انك ما تبين خلاص تسولفين. يلا سولفي يا ام يوسف تفضلي يلا. تفضلي يا ام يوسف الله يعطيك العافيه. خلنا نشوف طبختك خلاص خلصت طبختك يا نورا. يلا بس ما فينا مشاركه يا نورا. ما شاء الله شوفوا اليوم المطبخ يعني اليوم علبه الوان. ها سمي عندي جدة ماما. لحظة 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 وش قلتي تو؟ لحظة جدة ماما لولو. جدة ماما لولو الله يحفظها يا رب يطول في عمرها. قول امين. تابعك الحين ترى تشوفك. بس تعالي انت قلتي انا شو اسمي؟ لحظة بنات لحظة 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 تو قالت الاستاذ مين؟ فهد. وشو؟ فهد. من غش غشك؟ اجلس يا رب يا فرات تمام يلا اجلسوا يلا ها سمعها ماما جايبك ما نوم ما احب انوم الا اذا رحت ان شاء الله. طيب اليوم تعالي يا رندي دائما تطلعين برا الديكور. تعالي هنا امشي من هنا امشي برا. لا لا ما حد يقعد هنا ما حد يقعد هنا ما حد يقعد هنا تعال اقعد هناك يلا هنا ما حد يقعد يلا. طيب ها سمي امي ماما بيبي ماما بيبي ماما بيبي ماما بيبي. وش ماما بيبي هذه؟ انت يعني انا. طيب خلنا نجيب الطبخة اليوم. طيب يلا توزعين عليهم الطبخة تفضلي. هذه طبخة اليوم نورة الشريف ما قصرت معنا سوتها الطبخة الجميلة المميزة. مع الخدود النحيل. اي والالوان اللي ما شاء الله تعطي جو جميل شو اسمه انهم يتحمسون ياكلون. اول شيء نسعى الضيفات. يلا يلا. يا سلام عليك. المهم وزع الضيفات معها قومي. قوم انزل الضيفات. لا انتي ضيفه خليك يا ام يوسف. انتي كبيره وعزيز خليك. ها؟ ثاني. انتي ثاني طب اسمي. يلا يلا كل واحد تاخذ واحده. يلا من اللي باقي ما اخذ؟ من اللي باقي ما اخذ؟ انتي فراد انا ضيفه. من اللي باقي ما اخذ؟ انا خذيت. حرام ترى عندي. طيب يلا اجي بس عشان اصلح لك. طيب خلاص مسكيها بيت بس صلحي لها كملي كذا كملي ما ابغى اصلحها. لا اله الا الله. طيب على بال حنا ما تاكلون انتم يا بنيات على ما تاكلون نشوف بس المشاركات. يلا شوف المشاركات اليوم اللي معانا على بال ما تاكلون وعن الايثار خلينا نستفيد اليوم. بقول لكم على حاجه يا بنات اعلمكم على حاجه جميله. طيب خلاص انا بس والله ما ابغى. الله يسعدك كلوا انتم اهم شيء تاكلون. استريحي خلاص انا بس والله ما ابي. شكرا. رات بس يدك انت على جابك اني ما اعطيتك اياه. شكرا. يلا احنا نقول برضو اليوم عن موضوع حلقتنا يا بنات ركزوا معي عن موضوع حلقتنا عن الايثار صح ولا لا؟ صح. اكبر دليل عن موضوع حلقتنا اكبر دليل واحد خذ الشوكولاته وعطاه استاذ فهد. لا اكبر دليل انه عن الايثار بنات هذا الموضوع مره مهم. اسمعوا ايش قاعد اقول لكم. تعرفون الام لما تعاملنا ها تعرفون لما تعرفون اكبر دليل على موضوع حلقتنا اليوم انه هو دليل يا تويتي 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 يلا اكبر دليل راح اسالكم اللي مو مجاوبه راح تطلع برا البرنامج اليوم. يلا اكبر دليل على موضوع حلقتنا اليوم هو ايش؟ ها تعامل امنا مع مين؟ معانا حنا صح؟ إيه بعض الاحيان امنا تجي تطبخ لنا ولما تطبخ لنا ما تاكل توزع علينا الاكل صح؟ تحرم نفسها عن الاكل. لما الام تقوم من النوم تحرم نفسها عن النوم وتقوم تصلح لنا الغداء. لما الام تشتق معانا لما تكوني مريضه وش تسوي الام؟ ها؟ تساعدك وتهتم فيك صح؟ فهذا اكبر دليل انه موضوع الاثاره للوالده او امنا الله يعطيها العافيه ويخليها لنا ويخلي امهاتكم كلكم يا ربي انه لابد احنا نركز على هذا الموضوع الجميل. خلاص يا بنات ونخجل. شكرا. ها ونخجل شلون؟ طيب يلا وش تبين يا عسل؟ ها ابي منديل. ابشري حقك هنا كمل
سمي منديل ها ما شاء الله في بعضهم ياكل في بعض ما اكلتي فرات؟ لا ما صلحتي لها ما صلحتي الفرات؟ تبغين تصلحي لك تعالي فرات صلحي خلاص؟ فرات روح صلحي لي كل استاذ فهد هي انا حتى انا تبين؟ يلا خلي تبي تصلحين يعني؟ كل واحدة تصلح طيب اوكي يلا كل واحدة تصلح بس شوي شوي على المطبخ ها؟ طيب والمشاركات برضو اللي وصلتنا احنا اليوم في الايثار في بعضهم ما شاء الله لما ياكل ياكل خشمه معه وعيونه معه وجه ام يوسف الله يعطيك العافيه ترى ام يوسف خلاص انت سويت لنا اكشن اليوم في البرنامج يلا طيب برضو احنا للمشاركات اللي وصلتنا اكيد عندنا مشاركات وصلت عندنا في برنامج بنوتات وصل عندنا برضو فيديوهات خلينا نشوف الفيديوهات اللي وصلتنا والمشاركات اللي وصلتنا ونرجع لكم نكمل موضوع حلقتنا مع البنوتات اسمي أليم فهد الفارس أقدم مشاركة لبرنامج بنوتات بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين اشرب على نهله واشكر الاله لازم تحمد ربك ابدا ما تنسى حتى يعطينا أكثر صورة يخلينا هو بابا بنوتة 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 كل واحدة فيهم شطورة دلوة وحلوة أمورة ومعهم تكتمل الصورة يا بهجة كل الأوقات بنوتات مع أحلى بداية انشودة وموقف وحكاية نتعلم وننمي هواية ونتابع كل الفقرات بنوتة بنوتات تخيلوا اليوم عاقبكم على حاجة حلوة من معنى في دردشة بنوتات؟ أنا أسألس يقول في كراسي موجودة كراسي حبيبي في كراسي في كراسي موجودة كراسي يا باشا ها يلا ها نورة شلون؟ طيب اليوم ما تتوقعون معانا في دردشة بنوتات؟ طيب خلوكم معانا بس احنا احنا عندنا اليوم الجدة موزة راح تكون ان شاء الله في دردشة بنوتات بس اتوقع الجدة موزة تفكرنا في الدور العاشر فقاعد تطلع مع الدرج ما قاعد تطلع مع الصنصير دائما تتأخر عنها الجدة موزة الله يعافيها ها الحين بتيجي تفاحة كلهم بيجون طيب احنا برضو عشان نعطي بس مجال للناس اللي شاركوا معنا في برنامج بنوتات طيب سمر بارقي تقول الايثار هو روح التعاون جميل هدى تقول عندما نعيش لانفسنا انما نعيش حياه قصيره بلا طعم او معنى لكن عندما نعيش لغيرنا نعيش حياه كريمه هذه مشاركه من هدى اللي عودتنا دائما برضو في مشاركات بنوتات ومشاعر تقول لن ينسى الله خيرا قدمته شكرا برضو هذه مشاركة من جنان تقول
أن يقدم الإنسان حاجة غيره من الناس على حاجاته برغم احتياجه، لماذا؟ طيب، وهذه برضو مشاركة، هو تقديم الغير على نفسك وأفضل إثارك لأخوتك ووالديك. يا سلام عليك يا عام شذل جابر، أو عفوا لوشا أيوة. هذه ملاف تقول الإيثار هو الجود بما لديك للغير من الحاجة إليه، وهو من مكارم الأخلاق. يا سلام، من أعلى المراتب، وإنما ينتشى الإيثار عن قوة اليقين وتوكيد المحبة والصبر على المشقة من الرغبة في الأجر والثواب. هذه من مزيونة، شكرا يا مزيونة على هالمشاركة. إيه يا إن شاء الله. فحنا عندنا هذه المشاركات اللي وصلتنا، وعندنا البنتات اليوم يعفيهم ربي، ولك تطبخ نور الشريف، تفضلي معنا الله يعافيك شوي، بس خليك معي طبعا، تفضلي بس تعالي شوي، خليها تفضلي بس شوي وتعالي عشان اروح اجيب لكم الجدة موزة وارجع لكم، ها خلوكم بس معنا، تفضلي تفضلي ست احد، ها سمي تفضلي نعم سمي، ها وشو؟ وش تقولين؟ خلنا ما اسمعك. تعال. طيب. شلوا البسكوت، حرام عليكم، هذه نعمة، شلوا بنعمة يلا. هذا فراد فبطل ذا حد. لكن الباب هذا حقي تحت. عشت. هنسوي أنا سفاد وأنت اللي على الكرسي. تعالي. تمارا. تعالي شوي، اجلسي هناك. اجلسي. اجلسي. يلا. أنا سفاد وأنت الطالبة. عادي. الزبدة من عندها مشاركة. لحظة شوي، ها يا أمي شو تسوين الله يحفظك؟ زي هذولي. لحظة شو تسوين؟ زي هذولي. زي هذولي؟ تعرفي تطبخين ما شاء الله عليك، بس ريحي ها تعرفي تطبخين؟ أعرف ما شاء الله. لحظة بس شوف ما شاء الله، لحظة بس، لحظة في كحل هنا، مدري نوتيلا، مدري نوتيلا. لحظة ها شوف، يلا هنا في نوتيلا ما شاء الله عليك. طب لحظة الله يعافيك، انت مشكل حطيتي في شعرك نوتيلا الله يحفظك، وفي عيونك كله، اصبري شعرك انت نوتيلا. خلاص امي خلاص، ما الله يعافيك، لازم تطبخين يعني؟ ايه لازم. ها؟ ما طبحت. شلون؟ ما طبحت. ما طبحتي؟ يعني تبي تطبخين مرة ثانية؟ ايه. ايش بتسوي لنا؟ غير نوتيلا ايش بتسوين؟ ها؟ شوية نوتيلا، ايوه بحط شويها منها، ايوه بحط اللي بصحن واحطهم هنا، حلو زي هذولي، زي كذا تصير بعدين. ما شاء الله، اكلتي نصا قبل ولا اكلتي شيء من كنت تطبخين؟ وش اكلتي؟ الحصة الملعب. وش اكلتي؟ ما اكلت شيء، اكلت مثل هذا. اكلتي يعني وانت تطبخين اكلتي؟ خلصي الطبخة علينا. طيب يلا استريحي، تعالي استريحي، تعالي يلا يلا. يا مرحبا يا مرحبا، يا هلا والله، يا هلا والله. بسم الله عليك يا جدة موزة، بسم الله عليك، بسم الله عليك. لا هذا الارتباك من الكرسي من الدردش اليوم. يا مرحبا يا هلا بالجدة موزة، هلا والله وليدي، يا حياك الله، يا مرحبا يا مرحبا. هنا 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 الله يحفظك، هنا تعال يمين شوي، يسار وش هنا اي استريح هنا. ايوه بسم الله، يلا بسم الله، لا فوق يا جد. لا فوق، الله يحفظك يا جدة. وين المشكله؟ اني انا لابس مايكات ولابس كذا يعني، فعندي توازن. ما يلا هلا من حياتي، شلون قعدوا هلا يلا مرحبا، هلا خلاص يلا، خلاص يلا، السلام.
يلا يا بنات خلاص خلاص يا تمارا يلا يلا خلاص اجلس 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 يلا عشان بس خلصنا ان شاء الله. يلا حي الجدة موزة. الله يحييك ولادي. وين الناس؟ ها؟ وين الناس؟ والله يا وين امك؟ انا متاخرة. وش ذا وش ذا وش ذا وش ذا الرجة اللي جاية فيها؟ كل هذا خايفة؟ اي بنات عندنا كرسي اليوم مع جدة موزة، كل واحدة تبي تتكلم تطلع على طول برا. ها؟ ننتبه ونسمع الجدة موزة وش تقول. يلا عشان عندها سؤال تسألها. كيف حالك يا جدة موزة؟ بخير يا ولادي. على فكرة أمس احنا استنيناك ولا جيتي معنا في كرسي الاعتراف، واليوم جالسة معنا في درجة بنوتات. على راسي. نقول لجميع المشاهدين اللي اليوم يتابعونا في برنامج بنوتات بشكل سريع، لأن الوقت عندنا جدة موزة تأخرت علينا، دائما تتأخر علينا جدة موزة، فتطلع مسكينة وتنزل وتعرفون يعني. فاللي حاب يسأل جدة موزة عن طريق هاشتاج برنامج بنوتات، حاب يقول عنها سؤال او حاب يقول حاجه، راح نستقبل على هاشتاج برنامج بنات جدة موزة. ايه اول حاجه ايش بتقولي بشكل سريع بس؟ يلا ابي اقول ايه بسرعة. وش موضوعكم اليوم؟ عن الايثار يا جدة. بس لا خلي لي موضوع الحين. ايه خلنا عشان الدردشه، انا ما عاد عندنا الا خمس دقائق من 10 دقائق. ايه وبيخلص البرنامج عشان ايه بيتمددون ان شاء الله. سمي في صلاه الله يحفظك. اوه الحرم زين. بس انا والله بصراحة مبسوطة. ايه وخاصة بعد الاجازة استانست. ايه وانبسط. عاد حنا بعد نستانس وننبسط مو بس صغيرين. ما شاء الله إيه؟ عليك. ايه وبالعيد ذبحنا الخروف. حلو. ها ايه وهم بعد زرت خواتي. ايه وزرت ها وزرت جدتي. ايه وزرت جدتي ترى موجودة. طيب يا جدة. ايه اول سؤال جاء قل جدة موزة وش اسمك الحقيقي؟ اسمي موزة. ايه بس موزة. طيب يا سلام عليك. طيب وين الطرحة يا جدة موزة؟ حاو وين طرحتك؟ ما عاد تبي ابد والله بصراحة مش غلطني الطرحة. ايه فقلت خلي الطرحة يعني وابد اقعد كذا. طيب يا جدة موزة وش سبب تأخيرك دائما في برنامج بنوتات؟ هذا سؤال في الهاشتاج. عجل عليكم. أمي يقول عجل جدة موزة. يا جدة. إيه. وش سبب تأخيرك دائما في برنامج في برنامج بنوتات؟ والله وأنا أمك ترى. يعني هل هو تغلي ولا غرور بعد ما انشهرتي؟ إيه. ولا وش جو؟ والله أبد إذا تغلي يقول لك من تغلى تخلى. صح. إيه. وبعد بصراحة أنا ماني مغرورة. انا انسانة متواضعة ما شاء الله. اتواصل مع متابعيني. ايه. ها؟ ايه. بالانستغرام وهم بعد بال شو اسمه ذا. واضح جدة موزة واضح انك متوترة. ابد والله وانا امك. تراك في بنوتات مو بالناس تحكم ها؟ يعني. طيب يقول لك السؤال وش صار على عملية جدة موزة عساها بس سوتها؟ سويت العملية؟ والله وانا امك. خليت العملية لاني ما قدرت. والله سؤال الله اقول يلا مشي السؤال مو مشكلة. اي سؤال اللي بعده وش هو؟ طيب جدة موزة يعني احنا اللي على طاري كم عمرك يقولون؟ والله على طاري عمري والله ما اخذت عمره للحين. وش هو؟ كم عمرك؟ عمرك كم؟ اي عمري ايه والله ايه يعني ما اذكر بس يعني بالثمانينات. خايفة تنخطبين يعني يا جدة؟ هاو؟ ها؟ انا انخطب؟ انخطب؟ وشو؟ خايفة تنخطبين ما تبي تقول عمرك الحقيقي؟ من يخطفني؟ من يخطفك؟ انت تقول وشو؟ ها؟ لا يا جدة موزة ها؟ واضح امورك يا جدة موزة. ايه طيب يقول لك يا جدة موزة انت شخصية جميلة ومميزة. يسلموا اي وانه احنا نحبك وانا بعد احبكم. بس انه يعني هم كثير من الناس قالوا اسماء كثيرة ايه عن الجدة موزة، يعني قالوا فلان الفلاني، قالوا فلان الفلاني، قالوا فلان الفلاني. انا ما اقول فلان الفلاني ذا اسماء كثيرة قالوها ايه عن الجدة موزة. ايه هل يا جدة موزة، طبعا انا بس بقول لهم انه الاسماء كلها اللي قلتوها غير صحيحه. خلني اجاوب وش السؤال الحين عشان اجاوب. هم يقولون الجدة موزة يعني اسماء كثيره عددوها، قالوا انه فلان وانه فلان، يعني اسماء كثيره كانت كثيره في الهاشتاج.
انه جده موزه فلان وفلان وفلان. انا بجاوب لهم بس ما تزعل فهد. اي ما زعل. اي ترى جده موزه، انا اسمي الجده موزه. اي يا سلام. وبعد الاسماء اللي قلتوها انا اشوف على هاشتاج، يعني دائما يقولون انه واحد اسمه مطر ما ادري وش هو. ابد ترى خرابيط. هو الجده موزه شخصيه اسمها الجده موزه. انا موزه بس. اي ما يلا خلينا نقول انا موزه. انا موزه احلى من اللوزه. احلى من اللوزه. انا موزه. انا موزه احلى من اللوزه. احلى من اللوزه. ليلي ليلي نا ليلي ليلي نا ليلي ليلي نا حبتين. بس جد موزة صراحة باين الدايت معك. قوم شوية شوف. ايه باين الدايت ما شاء الله. ابد ترى يعني رياضة. ما شاء الله واضح الدايت. ايه ما شاء الله. طبعا هي صارت تسحبين عشان الرياضة. طيب يا جد موزة. ايه يعني وش الجديد حقك ان شاء الله القادم؟ الجديد؟ ايه بصراحة راح يستانسون كل البنيات الموجودات وهم بعد الناس اللي قاعد تتابعون الان. ايه راح يكون ان شاء الله عندي كلب. ايه راح يكون باذن الله إيه؟ اقوى كليب باذن الله في 2016. يا سلام ان شاء الله. وراح يكون من تصوير احمد السفياني. يا سلام إيه؟ طيب يا جده وش الاشياء اللي انت دائما تفكرين فيها لما تجين في برنامج بنوتات؟ وش حابه دائما تكوني بعد ما تطلعين من برنامج بنوتات تقدمين؟ والله بصراحة أنا مبسوطة من البنيات الموجودات بناتي. يا سلام. وهم بعد الضيوف اللي دائما يجونك. حلو. دائما أحب يعني أكثر شيء يبسطني إني أجي عشان أشوفهم. حلو. جدة موزة يقول ليش ما تخلين عالم الفن؟ صوتك جميل. إي أنا داري. ترى على فكرة جدة موزة تمتلك مواهب كثيرة يعني أنا. صحيح. التمثيل أنا أمثل بعد. بعد. إيه. ما شاء الله. طيب جدة موزة يعني الحين لما يكون بإذن الله كليبك ايش حتتكلمين عنه في كليبات الخاصه فيك؟ انا الكليب اللي بنزله يعني ايه صراحه الكليب بيكون عام وفي نفس الوقت يعني بيهتم بجانب اللي هو التربيه وهم بعد اللي يسمعون الكلام. يا سلام. ويعني هي نقدر نقول هديه من برنامج بنوتات للجمهور ولجمهور قناه بدايه شخصيا وخاصيصا. يا سلام عليك. طيب برضو في اخر الدقائق يا جده موزه ايش حابه تقولين؟ يلا. والله اللي بقوله وانا امك ان المشاهدين على راسي واتوقع ان الهاشتاج وصل الترند ولا لا يا فهد؟ صح انا مبسوطه منهم كثير. ها وهم بعد ان شاء الله اتمنى التوفيق لهالقناه. الله يوفقهم ان شاء الله لكل خير ويوفق برنامج بنوتات ويوفق بعد فهد السعير وبنيات كلهم. الله يعطيك العافية جدة. شكرا. آمين. شكرا على هالدرجة عشان نعطيك بس مساحة مع البنات تسولفين يا جدة. أيه تحية قوية يا بنات مع انكم فهين ما سمعتوا. زعلان عليكم جدة موزة. انا ما ازعل عليهم. خليكم جالسين خليكم جالسين واخر عنها. يلا تعالي شي تعالي شي وشو وش فيك؟ قعدي وانا امك قعدي هاو قعدي نحول. مشتاقت لك يا جدة. ما شاء الله ما شاء الله من زمان ما شافتك يا جدة. تشبه نحول. ايه الله يحفظها. طيب يلا خلينا نجلس عشان 30 ثانية. رندو عندها سؤال. يلا رندو عندي سؤال لك. وش السؤال يا رندو؟ لا ما اعرف. طيب انت عن الام بكره ان شاء الله. طيب احنا ان شاء الله يا جدة موزة رند شوي. احنا نقول للمشاهدين ان شاء الله بس يا بنات شوي ممكن احنا نقول للمشاهدين ان غدا باذن الله موعد في حلقه. بس قبل ما نقول غدا احنا اليوم معنا الاستاذ عادل الزهراني الزميل المميز معنا في هذا الكواليس. هذا عارفه. غدا ان شاء الله معاكم باذن الله في حلقه خاصه عن الام. راح نتكلم باذن الله عن الام. جهزوا مشاركاتكم عن الام. وبكره موضوع حلقتنا عن الام واخر حلقه من برنامج بنوتات. احنا نوقف معاكم اربع شهور. انا ارجع لكم اكيد بعد زد رصيدك. كل التوفيق ان شاء الله لزد رصيدك. نجاكم ان شاء الله بكره باذن الله في اخر حلقه من برنامج يا جده موزه. ايه برنامج ايش؟ بنوتات. ايه السلام عليكم. باي. كل الاوقات بنوتات مع احلى بدايه انشوده وموقف وحكايه نتعلم وننمي هوايه ونتابع كل الفقرات بنوتات.